زميل العزيز فاروق صلاح عشان يطمننا على مران النادي الاهلي النهارده. مساء الفل عليك يا فاروق. مساء الفل عليك يا كابتن ميدو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، ودايما متالق كده وبتدينا تقرير كافي ووافي. يعني طمنا بقى على مران الاهلي النهارده، اتكلمنا على كل كبيره وصغيره في المران يا فاروق. تمام يا كابتن ميدو. طب خلينا نبدا بالمصابين، يعني برضو من خلال حضرتك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي طبعا بتبقى هي المتنفس لان جماهير النادي الاهلي تطمن على كل لعيبه النادي الاهلي سواء المصابين او اللعيبه اللي ان شاء الله يتمنى لهم كل السلامه. من خلال حضرتك كابتن ميدو بنطمن جماهير النادي الاهلي على حاله محمود متولي. محمود متولي طبعا كان خرج امس من في مباراه طنطا للاصابه، لكن النهارده كان موجود مع المجموعه اللي شاركت المجموعه الاساسيه اللي شاركت في اللقاء بالامس وعمل استشفاء، ان شاء الله يكون موجود بكره مع الفريق في المران الجماعي بدون ادنى مشكله، ان شاء الله واحد من اللعيبه الجاهزه ان شاء الله لمباراه المقاولون العرب. ايضا وليد سليمان النهارده وحسام عاشور وشريف اكرامي واليو ديانج شاركوا في المران الجماعي بصوره كامله وصوره تامه، ايضا شاركوا في التقسيم وادوا تقسيم اكثر من رائع. اليو ديانج ما شاء الله، وليد سليمان، كل اللاعبين ان شاء الله، يعني اللعيبه اللي كانت على رادار الاصابات النادي الاهلي، لا الحمد لله نطمن جماهير النادي الاهلي ونطمن طمنك كابتن ميدو كلهم شاركوا في المران الجماعي وشاركوا في التقسيمه. ايضا رمضان صبحي ومحاولات مكثفه كابتن ميدو برضو من خلال حضرتك وقناه النادي الاهلي، محاولات مكثفه تبدا مع رمضان صبحي من اجل الحق بمباراه النجم والمرحله القادمه. يعني النهارده ابدا استكمل برنامجه التاهيلي وجلسه في الجيم ثم الجري حول الملعب، يعني ان شاء الله محاولات بتبذل من اجل ان رمضان يكون موجود ان شاء الله خلال الفتره القادمه، خاصه يعني الفتره القادمه حضرتك يا كابتن عارف مواجهات صعبه اكيد مقاولون والنجم وانبي والهلال، فان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله يعني المحاولات تبذل تكون فيها خير ان شاء الله ويكون موجود في مباراه النجم. جانب المران بقى يا كابتن ميدو زي ما حضرتك عارف ابتدى مستر ريني فايلر بمحاضره للاعبين في منتصف الملعب، اتكلم على الايجابيات اللي شافها للفريق في لقاء طنطا، وسريع انت عارف النادي الاهلي بيقفل الصفحه يبدا بصفحه جديده سريعا المباراه مع انتهاء المباراه وفوز الاهلي على طنطا، خلاص الفريق بيقفل بيته صفحه فريق طنطا بيبدا التركيز في مباراه المقاولون. مستر فايلر لا يركز مع اللاعبين على اهميه لقاء المقاولون العرب، يعتبر الفريق اللي بينافس النادي الاهلي على الدوري هذا الموسم صاحب المركز الثاني، فمباراه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. مستر ريني فايلر اشاد كمان باللاعبين يا كابتن ميدو على الختام، يعني حضرتك واحد من لاعبي النادي الاهلي ان انت تنهي بشكل كويس ده كان مهم جدا، معدل التهديف اللي في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه ده من الامور اللي مستر فايلر ركز عليها مع اللاعبين واشاد بيها جدا للاعبين، واتمنى ان ده يكون نفس السيناريو في مباراه المقاولون ومباراه النجم، فدي من الامور اللي ركز عليها مستر ريني فايلر. ايضا مستر فايلر ركز على تعدد مفاتيح اللعب اللي في النادي الاهلي والمحاور الهجوميه واشاد بالامر والناس اللي عند اللاعبين ان انا ابدا كويس وان انا انهي كويس، ده امر مهم جدا خاصه دي شخصيه الفريق اللي بيدور على بطوله. ايضا بدا الاستعداد لفريق مباراه المقاولون العرب، جمع مباريات الفريق المقاولون العرب الاخيره الوقوف على الايجابيات والسلبيات الخاصه بفريق المقاولون العرب اللي بيقدم موسم اكثر من رائع مع الكابتن عماد النحاس. حاله بقى من الروح المعنويه عند اللاعبين، حاله من الجديه والتركيز عند لاعبي النادي الاهلي، ده عهدنا دايما يا كابتن ميدو بلعيبه النادي الاهلي ان انا سريعا بقفل الصفحه ببقى عارفين قيمه المرحله القادمه، واللعيبه لعيبه الاهلي عايزين يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالدوري ببطوله افريقيا، فاللعيبه كلها لامسه هذا الامر. ايضا الجهاز الفني يعني لامس الشيء دوت وشايف الامر ده عند اللاعبين، يعني الكلام فيه ما بيبقاش كتير لان اللعيبه نفسها لامسه الامر ده، فدي حاله الجديه اللي بنشوفها عند اللاعبين ان شاء الله كابتن ميدو يكون هي ان شاء الله المقياس بتاعنا في الفتره القادمه في الدوري في بطوله افريقيا في الكاس. انا معاك يا كابتن ميدو لو انا معاك انا بسمعك للاخر يا فاروق. تمام يا كابتن ميدو انا معاك بقى لو في اي استفسار عن المران عن اي الامور
برضه من التقسيمه عايز نشيد ان انا زي ما قلت لحضرتك عايز اشيد بالتقسيمه، التقسيمه بحسام عاشور شريف اكرام اللي عودته اعتقد مكسب مهم جدا في حراسه المرمى النهارده، شارك مع مصر كان قدم رمز اكثر من رائع مع مايكل ميكيل يانكون مدرب حراسه المرمى، ايضا وليد سليمان ودوره القيادي مع لعيبه النادي الاهلي النهارده في المرام، حسام عاشور وعودته واحد من كباتن النادي الاهلي، اليو ديانج اللي زي ما قلت ادى تقسيمه اكثر من رائعه النهارده ومطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله اللعيبه المصابين وحاله الاساسيين، وان شاء الله كابتن ميدو نتمنى التوفيق في المرحله القادمه، مباراه المقاولون، مباراه النجم، مباراه انبي، مباراه الهلال، ان شاء الله يكون فيها التوفيق للنادي الاهلي يا كابتن ميدو. يا رب يا رب. كنت بتكلم مع الساده المشاهدين يا فاروق عن تقسيمه نيفارا النهارده اللي قسم اللعيبه، اللعيبه اللي لعبت المباراه كان عندها تمرين، واللعيبه اللي ما خدتش المباراه كان عندها تمرين تاني، بيتكلم عن رجوع شريف اكرامي كمان لتدريب حراس المرمى الجماعي. بالظبط بالظبط يا كابتن ميدو. بص مستر فايلر يعني بيبقى مقسم الامور سواء بين اللاعبين، مش عايز ان اللعيب اللي كان بعيد عن الاصابه يحس ان هو بعيد ولا يحس ان هو بعيد عن الملعب. المجموعه اللي شاركت في لقاء طنطا بالامس ما اتعمل لها استشفاء، المجموعه اللي هي اللي كانت للاصابات، المجموعه اللي ما كانتش بتشارك فتره اخيره اتعمل لها تقسيم، بيركز برضه. انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا كابتن ميدو، ان مستر فايلر النواحي الخططيه والنواحي اللي هي الجمل التكتيكيه ما بتبقاش مختصه على مجموعه معينه، لا ده على كل الفريق، يعني سواء اللي راجع من الاصابه على طول عشان يبقى في حاله انسجام سريعا، يعني الجمل مثلا اللي اتخذت سواء التركيز على الكرات العرضيه، عمليه التحضير على الكرات الثابته، اللعب من لمسه واحده، الامور دي كلها هي السياق بتاع تمرين الاهلي مع اي مجموعه، يعني سواء المجموعه اللي على مقاعد البدلاء سواء المجموعه الاساسيه، ودي من الامور الايجابيه اللي مستر فايلر يعني يا كابتن ميدو لعيبه النادي الاهلي لما بينزل لعيب في ارض الملعب ما تحسوش بعيد عن المجموعه اللي جوه الملعب، لا تحس ان الحاله بتدار بترس واحد. دي حقيقه. فدي من الامور اللي مستر فايلر يعني احنا بنشوفها في التمرين، لا يعني ما تقولش ان انا مختص بمجموعه اساسيين، لا كل اللاعبين نفس الجمل، نفس التركيز على الكرات الثابته، وبدء التحضير لمباراه المقاولون العرب اللي مستر فايلر والكابتن سيد ركز انها تكون ممكن بروفا مصغره لمباراه النجم الساحلي، ممكن من حيث طريقه اللعب، من حيث قوه فريق المقاولون العرب، نفس القوة تبقى مناسبة شوية لمباراة النجم الساحلي يا كابتن ميدو. أكيد أكيد يا فاروق. كلمنا عن كهربا بقى بعد الهدفين وكان قريب جدا من إحراز هاتريك امبارح. نقدر نقول كهربا يا كابتن ميدو خلاص يعني كهربا مش بعيد على النادي الأهلي، يعني كهربا كان واحد من لعيبة النادي الأهلي وفقد النادي الأهلي، كهربا كان محتاج جدا الهدف ده وربنا كرمه بالهدف بهدفين، كان ممكن يجيب هدف ثالث، وايضا صناعته للهدف مع مروان محسن. بالظبط. حاله الحب بقى يا كابتن ميدو اللي هي دايما يحسها اي لعيب يدخل النادي الاهلي، الاحتواء، لعيبه النادي الاهلي دايما اللعيب اللي بقى جاي جديد اللعيبه بتحتضنه، واحترام الصغير للكبير، فكهربا ما تحسهوش مع لعيبه الغريب عن النادي الاهلي، لا في فرحه من لعيب النادي الاهلي بالكهربا وان هو احرز هدفين في الوقت ده، يعني ميدو كابتن ميدو كهربا كان محتاج الهدفين دول جدا. اكيد اكيد. الجهاز الفني ايضا سعيد جدا بالحاله اللي وصل لها كهربا، والاهداف طبعا يا كابتن ميدو حضرتك كنت واحد من المهاجمين المميزين، عارف ان الهدف مع الثاني في البدايات بتفرق كتير جدا طبعا وبتدي معنويا كبير، فكهربا النهارده يعني اللي تابع كهربا خلال الفتره اللي فاتت النهارده مختلف تماما، النهارده حاله معنويه عاليه جدا، يعني من وراء عايز لا كهربا بيستعجل بقى المباريات تبقى ورا بعض. بالظبط بالظبط. ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق ويكون واحد من اللعيبه ان شاء الله اللي تضيف لتاريخ النادي الاهلي، زي احنا متعودين يا كابتن ميدو اي لاعب بيجي النادي الاهلي بيستفيد وبيكتب تاريخ مع النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيضيف لكل لاعب ودايما كل اللعيبه نتمنى ان يضيف للنادي الاهلي. اكيد يا فاروق دايما مميز، وشكرا جدا على تغطيتك المميزه، يعني اتكلمت في كل ما حدث في المران، اتكلمنا عن نجوم النادي الاهلي اللي كانوا مصابين الحمد لله رجعوا بنسبه كبيره، ان شاء الله كله يرجع ان شاء الله سليم معافى، لان احنا محتاجين كل اللاعبين. شكرا جدا زميلي العزيز فاروق صلاح.